اهلا وسهلا، كيفكم؟ اهلا وسهلا بيوتيوب. انت جديد؟ يا حياك الله، حياك. انا السعودي، انا اصم، انا اسكن في امريكا كاليفورنيا. في كثير ناس يقول why not تسوي في يوتيوب، عشان انا اسوي في يوتيوب على يوميات. انا سويت هذا جديد قبل سنة. انا ما اسوي كثير الا في سناب شات، انستغرام، سايت ديزاين. why not اسوي فيديو شيء بسيط اليوم. في سوى سبسكرايب، سوى لايك، وتابعيني في سناب شات وانستغرام. اي انا سعودي، بس انا الصم، عندي لهجة الصم. بليز لا تحكم على صوتي. راح انزل فيديو من جمعة، السبت، واليوم الاحد. انا سعيد لان اليوم ما في واجب. يس، ما في واجب. يس. صباح الخير، صباح نور. الصباح اليوم الجمعة، هابي فرايداي، لأنه أنا ما عندي دوام اليوم، مرة محدود، لأنه ما راح أختار كلاس يوم الجمعة. سلك يا الحين أنا في الشارع، رايحين وين نروح اليوم؟ ما أدري وين نروح. الجو ممتاز، جو حلو، وبات مع الشمس، عشان كذا عندنا بس مية جاكيت، ما طبيعي. ممتاز، محتاج البس سكارف لانه كل شيء اضيع، عشان كذا البس طاقية مع الشمس. بدون البس طاقية يا ولازم يجيب نظارة شمسية تسوي اللي خليت في البيت. دائما انسى، دائما انسى، لانه اشياء صغيرة اسهل تضيع. المفروض اخلي في شنطة، لكن شنطة مليان اغراض، مليان فلم. بسم الله الرحمن الرحيم، خوفتي. أنا مهم الحين بروح عند المحطة الباص، دائما أخذ باص أحسن من قطار، لأنه قطار أحيانا يخليني كنفيوز أو ضيع. الباص أسهل لأن أتعود في نون بيتش، لكن إذا أروح مدينة بعيد ممكن أركب أنا في قطار، لكن ما أروح البعيد، بس نفس في مدينة في الشمال سان فرانسيسكو. يب. طلعت من محطة الباص، نزلت هذا محطة القطار، نروح كلية. هذا هو داون داون. هذا هو في الكلية. No!
خلص الموعد عن يوم، تعبت مرة وقت طويل الحمد لله. خلص موعد عن يوم، طلع هذا الزمان خبالة سهل طريقة مرة السهل. هذا ما حلحق جزمة، هذا الصدقة. احنا خياط، انا تصلح ملابس، هذا حلاق الشعر، صالون، هذا محل. والله مرة شيء كيوت يجنن. تخيلوا هذا الشاب عمره 20 سنة يسوق سيارة وما يعرف يسوق سيارة زينة، أنا خايف جدا. شفت كيف هو يقول أنا ما أشوف زين عشان عندي مشكلة في عيوني، يقول في الشمس واقي مرة قوية ويحاول يغطي عيونه. يا ربي مرة خايف 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 جدا، عشان هو سريع سوق سيارة. هذا الطريق اللي نور أخذه حق الشعر الزيكر اللي تمشيها، حق الزيكر سكوتر إيشا. والشعر الثاني حق شوارع السيارات، في باص يجي على طريق هذا حق محد الباص. السيارات وباص مع بعض، في نوعين. جابا شفت كيف الباص في محط الباص وحتى السيارة بعد. كانت وقت مرة طويل، أحس مرة تعبان عشان ما نمت زينة. سو أنا تسايم بروح البيت قبل لا استماع الصم يبدأ الساعة 6، قبل ساعتين يبدأ. كانت بقعد هنا إلا الليل، بس أنا مرة تعبان وجهي في النوم وما أقدر أجلس. خلاص أنا تسايم برجع البيت في محطة إلى قطاف الساعة، وصل البيت قبل لا يبدأ. خسارة والله، يا ليت أكدت تصفي إلى البيت، بس ما أقدر أتحمل. لو فرصة أكدت هناك قبل لا يبدأ استماع الصم أصير سانس، لكن أنا ما أقدر كنترول ماي صف، لأنه إذا أنا عاد صبرت يخليك تعبان على طول على نفسي. عشان كذا لازم أروح بيت أرتاح شوي زين أحسن. ممكن أروح لكن وقت بعيد وتعبت وخربت النوم، ما أعرف إيش أحل. اليوم الثاني، يوم السبت التاريخ 16 الصباح، أروح السوبر ماركت. أنا في حالة فاضي عشان ما يكون زحمة كثير، وأخذ الباص. طريقة تأخذ ربع ساعة على وصل. كاتشب ومايونيز مع بعض. طلعت نسيت متجر شنطة، عشان الشنطة خليت في البيت. ليش؟ because أنا نسيت خليت مفتاح. كيف أدخل في الشقة بدون مفتاح؟ عشان أخذ الكاميرا البوك الجوال في جيبي بدون شنطة. نسيت خليت مفتاح، عشان كذا لازم أجيب شنطة، بس أنا ما جبته.
أنت بخلي أحد تطلع برا في الشقة أو أحد يدخل في الشقة عشان يدخل في الشقة. تعرف هذي إيش؟ أنا فصلت ذاك الكيكة نور أخطاء. تخيلوا أول مرة أجرب نفسي. زي الليمون أحس مو فستك. جرب تخيل شوي. بسم الله. أوكي حلو. شوف إيش لقي. بودين رايس. رايس بودين. هذا منا مكسيكي مرة يجنن. ناس يجرب. يا ريت عندك في السعودية. ما أدري هذا اسمه قرآن. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم طلعت من البيت قبل 5 دقائق شوي. باقي 5 دقائق عاد اوصل كافي اسم باشن كافي. هذا قريب من بيتنا يعني 10 دقائق تمشي لانه في داف والطلاب يعرفوا لخطي الشارع هنا كافي. ان شاء الله ندور اصحاب جديد. اذا انت سام اذا ما تعرف الشارع او تعرف الشارع شوي عادي تدخل كافي. بس يعني ادخل ولقيت الناس حتى انا ما اعرفه منه عشان هذا كافي نيو تشومي يعني هذا جديد علي. انا ما عمري رحت ولا رحت اجتماع الصام في هناك عشان كذا اول مره اروح هناك. ان شاء الله ادور اصحاب جديد لك ميتين جونيور بيبل داب هيري دوت ماتر فور مي. انا مره متحمس عشان اسوي اصحاب جديد. انا اتمنى اللي اصحاب هناك الكافي قريب يسكنوا هنا لأنه هذه مدينة ملكيت وأحد يتكلموا لغة الشارع أو أحد الصام أو كوتا. الكوتا يعني كوتا COTA that mean الأب أم ما يسمعون يعني سامعين يعني يتكلم لغة الشارع ما ترجم عشان بابا ماما ما يسمعون. اسمها كوتا بزوريا فكري كافي. Thank you.
ويقول أخذت الشارع الأمريكية، كانت بقول هذا كافي، لا لا مو قصدي كافي، هاي شوكولات، هات شوكولات تشرب من وين؟ من إيطاليا، بريطانيا. Very good, yeah. هاي أبا أشتري كوب. يوم الأحد تاريخ 17 بالصباح. تدري هذه السجادة بسلمة استعمل كثير عشان شقة صغيرة، وفكر بسويها قميص تيشيرت. هذا الصحن عشان واتش قطع مقص. نجرب جرب بيبر. اتذكر في المانيا، كانت صغيرة في المانيا، اول مرة جربت في المانيا 2000 ويش 2003 2004 نسيت بزمان. انا شخص ما اشم مشروب غازي، لكن هذا يا الله، لكن انا قد قبل منه لقيت هذا على سرير في كيس. هذه انا كده قلب الصعد بس يطلع ما يطلع، بعد يحط حل هاي منه بنفس الشيء سو كده عشان قصة. شايك عادي لعبات على حسب ستاي بس. لأنه حموضة ستاي غريب جدا. أنت بتعرف شفت موقع في السوشيال ميديا ناس فنان سوى فلسي لادي كاكا، لادي كاكا مرة أوفر أكتمي مني أنا بس شي بس واحد اثنين ثلاثة على حسب مزاج. جو جميل أزرق عمارة جو. هذا الجنان تحت